مرحبا، هل يوجد أحد هنا؟ مرحبا، من الوقاحة ألا ترد على تحياتي. ماذا حدث؟ هل تضع القطن في أذنيك؟ يجب أن أرحل من هنا. قدرة أيها الطالب، لكن مع الأذرع المطاطية والليل في هذه المنطقة واضح أن لدينا عمل كثير. ألا يمكن أن نكمل يا سبونج باب؟ تيبكا أعني ألا يمكن أن نكمل يا معلمي العظيم؟ انتبه جيدا وستحصل على خلاصة إتقاني للكاراتيه المأخوذة من المعلمة تشيكي ذاتها. انظر وتعلم. وماذا أيضا؟ هذا فقط. هذا فقط؟ هذه هي خلاصة إتقانك للكاراتيه الرائع؟ أنا أدرس فقط من بضعة أعوام، لكن إذا كان خلاصة الكاراتيه هو ما تريد فيجب أن تزور المعلمة تشيكس. كنت سأقول ذلك، أعرف. لا أعرف يا سبونج باب، مع الأذرع المطاطية وليني في هذه المنطقة نحن. لقد مررنا بكل هذا، هل ستعلمينني أن أنتقم من مهاجمي أم ماذا؟ الكاراتيه ليس للانتقام، إنه فن رقيق كي تحمي نفسك. نعم، حسنا. رائع، كرر ورائي. هيا. لا يهم، هيا. ردد ورائي، أعد أن أستخدم الكاراتيه فقط للحماية وليس للانتقام. أعد أن أستخدم فن الكاراتيه فقط للحماية وليس للانتقام، أو لا يهم. حسناً إذن، هيا نبدأ بضربة بسيطة مثل هذه. هيا. انتظر يا شفيء، تأكد أن تلوي هذا الجذع. يا ساندي، لم يكن هذا من ضمن تدريباتي. لم يكن، لكن اليوم يوم العمل، لذا فكرت أن أضرب عصفورين بحجر واحد. قد اكتفيت، سأخرج من هنا، هذا لا يفيد وقد أضعت وقتي معكم. فعلتها، أنا أصد الجوز. ياها، أخبرتك أن تعرف حركاتي كل يوم لتتعلم الكاراتيه. لا أصدق أني فعلتها. نعم نعم، جرب هذا. حسناً حسناً. فعلتها. يمكنني حماية بقالتي الآن. أنا أصبحت أستاذ كاراتيه. حسناً، أنا لا أبالغ، لكنك أثبتت أنك تستحق حزام الكفاءة الأساسية. هذا رائع، شكراً، لكن لدي بعض الأعمال سأهتم بها. ما هذا؟ هل وجدت نفسي في هذا الشارع المظلم والمخيف مرة ثانية؟ سنرى ماذا سوف يحدث هذه المرة. إيه أنت؟ دعني أعطيك مجرد لقمة بسيطة مما في المتجر. تلك تدعى غسل نافذة ساندي. تراجع وإلا ستنالها، أنا أحذرك. حسنا يا صاحبي، حذرتك. أحب أن أدعو هذه إخراج قمامة ساندي. كيف تحب التفاح؟ أشعر بغضبي. كيف الحال؟ حركة ختامية، سأعطيك صندوق القمامة هذا. اتركني يا رجل، لما كل هذا؟ أردت فقط إعطائك كيس البقالة الذي أوقعته.